بيكم مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مطار القاهرة الدولي. معانا كابتن عبد الوهاب رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد اللي فرحونا الناشئين وكسبوا بطولة العالم كرة اليد. برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، اوصف لنا النهاردة الإنجاز، الفرحة، السعادة، فرحت قلوب ملايين النهاردة. الحمد لله، الحمد لله وشكر لله، إنجاز بيضاف لإنجازات الرياضة المصرية. الحمد لله بطولة عالم ده أول مرة تحصل إن فرقة من خارج أوروبا بتفوز ببطولة عالم. أنا بشكر كل المسؤولين في الرياضة على مصر، بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر كل جمهور مصر النهارده اللي شجعونا. بقول ده حاجة صغيرة وإن شاء الله قدم أحسن في كرة اليد. ينضم إلينا الآن أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان الكابتن محمد عبد المنعم المدير الإداري للفريق. مبروك الفوز، مبروك بطولة العالم للناشئين، فرحتوا قلوب ملايين، فرحتوا قلوب الشعب المصري. الحمد لله رب العالمين، احساس لا يوصف. اللي احنا شايفينه ده يعني مش قادر اوصف احساسي عامل ازاي. الف مبروك لكل المصريين، وبجد سعداء جدا على الجمهور الجميل اللي مستقبلنا ده. جهد وتعب كبير اكيد قمتوا بيه على مدار سنين عشان تاهلوا الفرقه دي انها تكون بالمستوى ده. والله احنا عملنا اعداد الحمد لله، حتى كان في امتحانات في شهر رمضان كلها كانت معسكرات مغلقة، 5 أيام في الأسبوع ويومين بس بيبقوا في البيت. بالنسبة للعيبة تعبوا معانا جدا، ودي يعني هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني بنتعب وربنا هو اللي وفقنا الحمد لله.